معانا ام عبد الرحمن، اتفضلي يا فندم. السلام عليكم. عليكم وعليكم السلام ورحمه الله السلام وبركاته، ورحمه الله اهلا بيكي. وبركاته. كل عام وانت بخير. وانت وحضرتك بخير، بخير. اهلا بيكي، وحشتينا بالدكتوره والله. وانت يا حبيبتي نورتيني والله. عندنا عندي حلمين الله يخليك. اتفضلي حبيبتي. بسرعه بس يا فندم. ابني حلم انه شاف الرسول عليه الصلاه والسلام ماشي في ارض محروسه كده، والرسول لابس جلابيه متوسطه العمر لونها بني، وجنب الرسول تعبان اسود اكبر كبير، كبرى اسود كبير ماشي جنب الرسول. فابني كل كان عايز يسلم على الرسول، كل ما يجي يقرب يسلم على الرسول التعبان يقف جنب الرسول كده ويخوف ابني. كبرى اه اللي هو تعبان. اه فما قدرش يسلم على الرسول ابني من التعبان اللي ماشي جنبه ده كبرى. بس كده، ده اول حلم. طيب ناخد الحلم ده الاول لانه مهم جدا طبعا. طبعا. ابنها والرسول عليه الصلاه والسلام واقف لابس الجلابيه اللي هي لونها بني، وفي تعبان اللي هو الكبير بالحجم اللي هو الكبير، وابنها مش عارف يسلم. هو ابنها هنا معناتها ان شباب، الابن جنبه تعبان جنب الرسول عليه الصلاه والسلام، فبيدل على ضياع جيل من الشباب، او بيدل على ان فرص الشباب في اي حاجه قليله مش كتيره. التعبان اللي في النص ما بين الرسول وما بين الشاب والله اعلم، فدي رساله موجهه بيدل على ان يعني الرؤيه مش هفسرها قوي، لكن انا هجيب منها الحاجات المهمه. فبيدل على ولي امر، او بيدل على حد مسؤول ما، يعني مثلا ممكن استاذ هاني هو مقدم البرنامج فهو مسؤول عن اداره الحلقه كلها، ان هو غير امين على الحلقه. ده التعبان اللي ما بين وما بين رؤيه الرسول ان شاء الله مبشره ان الامر هينقضي والامور كلها هتبقى خير، وهيبقى في سلام وفي امان، وخلاص ايد هتتمد الايد، لانه مش عارف يسلم. فالشاب هو بيدل على الايام، شاب ايام، شباب جيل، تطلع مستقبل، حاجات زي دي كتيره جدا. والحمد لله ربنا يستحيل حال رب العالمين، لكن الرؤيه مش خاصه بابنك، خاصه بكل الجيل بتاعنا. طيب